نسي بالكوش غادي يوقع واحد الحدث غادي يشكل واحد المنعطف يعني في المسار ديالك كتلميذ، وانه في سن مبكر وانت في السنه الاخيره البكالوريا تمام تعرض للاعتقال واللي غادي يغير المسار ديال حياتك. كيفاش عشتي تجربه الاعتقال؟ تجربه الاعتقال بطبيعه الحال كتطوي الحياه ديال الانسان، لان كتغير لك المسار بكامله. يعني كيفاش تم الاعتقال ديالك؟ قالوا الاعتقال لان كانت الاعتقالات بدات من الدار البيضاء، كان شي مؤتمر قمه هناك وتم اعتقال ديال شي حد بالصدفه، عنده موتور ما عنده وراق ما عنده كذا. مؤتمر قمه عربيه، مؤتمر قمة عربية إلى آخره، ومن ثم مشاو للمقر إلى آخره، تلقات أسماء دونك بدات عطوا على وثائق وأسماء إلى آخره، وإضافة يمكن يكون اعترافات أيضا، لأن ملي كتكون داخل تحت التأديب تمايا زعما على حساب القدرة ديال بنادم كتبقى محدودة، واش غير صمتي بزاف ولا شوية درجة النسبية فيها. الاسم ديالك شي ورقة؟ لا أنا ذكرني شي حد، أنا ذكرني شي حد، ولكن ملي كانت بدات الاعتقالات كنت انتبهت لها، كنتذكر كنت مشيت اتصلت عند الأصدقاء الفرنسيين اللي تحدثت عليهم، فكانوا عرضوا عليا خوي البلاد وانهم مستعدين ينقلوني يساعدوني باش نغادر البلد، ورفضت. قلت انا ما كانش عندي رغبه باش نخوي البلاد، في عقب في اي محطه من المحطات ديال الحياه ديالي ما كانش عندي الرغبه دائما. هذه يمكن نعاود نرجعوا ليها من بعد باش نخوي البلاد، تنفضل ان نكون داخل البلد رغم ما يمكن تكون من محن. فتعتقلت انا في الليله ديال عيد الميلاد ديالي، دونك يوم عيد الميلاد كنت انا معلق في هذيك الطيارات انا كل عصا. غادي كنت ندير 20 سنه. ف دونك هذا كان في مراكش في الدار ديال الاخ ديالي، كيجي واحد الفريق مع شي 5 الصباح ولا كذا، تيزحوا في البيبان الى حتى جاوا قلبوا لقاوني، لان انا بان لي كاين الحركه. فكانت الاسره كانوا مسافرين، الوالد والوالده والخوت كانوا مشاو للصويره، فقلت خصني يكون شي شهود بانني راه تعتقلت فعلا. وكان الدار ديال الاخ قريبه لينا، دونك مشيت بت عنده، حتى جاوا داوني من عنده تمايا، او داوني للدار بعدا قلبوا تما واش كاين شي وثائق، المهم ما لقاو والو. ومشينا للكوميساريات تما فين بدا تما في بدات التعذيب، بدا كذا، بدا الخنق بالماء الى اخره، دونك الى حد تسلخوا اليدين وهذا كاين باقي قاعد يطراس هنايا في اليدين ديال كيديوك عاود يرمموك شويه وعاود يجيبوك كيعلقوك من اليد ورجل، كيدير واحد القطيب وكتدلى بحال الحولي. كان كيقول ليه واحد القاضي في شي محاكمه سابقه ديال المناظرين ديال التقدم والاشتراكيه، كانت واحد الاستاذه بلغيتي، كان استاذه من بعد كانت في المعهد العالي ديال البيطره والزراعه ديال الحسن الثاني هنايا في الرباط، وكانت من الفريق ديال بور باسكوم. فتعتقلت وكيقول لها هذاك المحامي كيسولها كيفاش كذا شنو جرى لك الى اخره، قال لها التاديب، قالت لها علقوني، وهو يقول لها كيفاش علقوك، هو نقز القاضي قال لي كي كيتعلقوا الحوالة. خلينا قال لي هنا اكثر التفاصيل. فاذا كنا معلقين بحال الحولي، كتاكل العصا وكتخنق بالماء الى اخره. كنا حنا في الكوميساريه جامع فنا، كاين في الخلف ديالها كاين واحد الهونغار تما تلحنا لمده 6 اشهر. هنايا كنا حوالي واحد 15 الناس هكذا. شكون الاسماء اللي باقي كتذكرهم اللي كانوا معاك؟ ايوا من الاسماء اللي كانوا معايا طارق السعود الاطلسي.
كان طالع السعود الأطلسي ولا بعض الإخوان اللي ذكرت حسن يذكرهم موطا إلى آخره، لأن لا طليمات ما كانش تعتقل، كان في الحقيقة أغلب المناظرين ديال مراكش ما تعتقلوش. دونك كان من الحسنات، لأن احنا أولا ما ذكرنا شي اسماء كهذا، وفي نفس الوقت ما لقاو عندنا حتى وثائق. كان المقر اللي كانت فيه الوثائق ديال التنظيم خويناه قبل من الاعتقالات، غير عند ناس عاديين بحال حطيتي عنده شي صنادق تما وصافي الكاغيط. فبالتالي كان العدد قليل، لانه هذا العدد هذا تزادوا فيه بعض الطلبه جاوا من ما عرفش كيفاش تجات اعتقالاته. من ضمنهم واحد داز معنا واحد السيمانه تما، انا هو احمد خشيشن، كان جابوه من اي سبب. المهم اللي كان وزير دوز واحد رئيس الجهه داك الشيء، دوز واحد السيمانه تمايا، ولحسن الحظ ما تعرفاتش حتى العلاقه، لان انا كانت عندي علاقه به من قبل. هو كان طالب وانا مسؤول على القطاع في الجنوب، وكان كوره من نفس السنه. كان هو في 23 مارس كان في 23 صافي، هو كيظهر لي هذيك الفتره صافي، هذيك 23 مارس تما سالات كانت اخر دونك. ولكن مشى في حاله، لان رغم العلاقه اللي كانت، انا كنت نسق ديك الساعه الطلبه ملي كيمشيو من الجامعه في العطله يرجعوا للمدن ديالهم، تنعاود نأطروهم في لجان في كل منطقه، وبالتالي كنت انا المكلف بتنسيق هذه العمليه. فلكن بقات ما معروفاش كمعطى، لان قلت ليه ما تعرفني ما نعرفش قريب. دونك هذا داز الطرف كبير من هذا الفريق غادي يخرج بواحد المحاكمه دازت في مراكش في افريل، لان ما كاين والو. ولكن دوزتوا مده طويله في الكوميسار. حنا دوزنا تمايا من نوفمبر حتى لافريل، خرج هاد الفوز. 4 شهور تقريبا. بقينا حنا تقريبا واحد 6 شهور تمايا في الكوميساريه. هادو خرجوا في افريل. ما شفتوا محامي لا عائله لا حتى شي حاجه؟ لا ما كاين لا محامي لا عائله، كان ما كاين لا فراش لا والو، كتنعس على الارض. حتى هذوك الحراس ديال السيمي اللي كانوا مقابلين انا ذاك كنبقاو فيهم كيمشي يجيبوا لنا كرتونات من عند مي الحوانت باش نعسوا فوقهم وصافي. كيجيبوا لنا خبزه من بول مهارز، وواحد البيدون ديال الماء محطوط في الوسط مع كاس. هذا الشيء اللي عندك تمايا. من بعد ولاو هما ولاو كان واحد شويه التعاطف يمكن نقولوا، كيدخلوا لنا شويه الماكله من عند العائلات، شويه الفلوس باش كنعطيو لهذوك البوليس يمشيو يتقداو لينا الزبده، ها فرماج، ها كونفيتير، ها خبز الى اخره. هذا هو من بعد جات المحاكمه. دازت المحاكمه ديال هذا الفريق اللي خرج في افريل، والفريق اللي بقى نقلوا له انا ذاك الدرب مولاي الشريف. انت كنت في الفريق الثاني؟ انا بقيت في السجن، دونك مشينا تنقلنا الدرب مولاي الشريف عاوتاني للدار البيضاء. انا ديك الساعه كنت بقينا فيه الى حدود 20 كنظن 20 غشت نتنقلوا لغويله. بطبيعه الحال في هذا المسار كتلاقى ناس مختلفين، يمكن نعاودوا منه. مولاي الشريف بقى التحقيق ثاني؟ بقى التحقيق تيتعاود عاوتاني. حول 23 مارس. حول 23 مارس التنظيمات، شكون اللي باقي، ياك ما باقيش وحدين هربانين الى اخره. دونك ولكن كانت فيه بعض النكات. مثلا احنا في الكوميساريه في جامعه فلا كان معنا واحد السيد مقتصد ديال ثانويه الحسن الثاني، جابوه ما تعرفوا حتى واحد. بطبيعه الحال المناظرين تيشكوا انه يكون غير شي جاسوس تما باش يتصنط يخرج خبر، فاذا به هو معتقل في شي قضيه ما عندها حتى علاقه بالسياسه، ما معروفاش ما تعرفات شيء. ولكن بقى تما لمده 3 شهور حتى هو بالباندا في عينيه وداك الشيء، وقال تسمى فيها درك هنا. ومن بعد كيجمع شويه عاود لينا النكات في الليل باش نضحكوا وكذا. كان راجل ديال البسط بشكل عجيب. وسالت 3 شهور وطلقوه، ولكن فيما بعد نعرف بان هذاك السيد ملي طلقوه كان داروا ليه في الخدمه ابوندون دو بوست، وهو عطينا ورقه بان تعتقل 24 ساعه. دونك بقى مسكين شي عام وزايد وكذا بالتدخلات الى اخره، باش عاد لقى رجعوا للعمل ديالو.
في درب مولاي الشريف بطبيعه الحال الوضع هو هذا معروف، كتدخل كتحيد الحوايج، كتلبس الكاكي كسوه ديال الكاكي مشرقه قديمه مطقوبه مركبيها الى اخره، طيب يحسنوا لك الشعر كامل، والباندا في العينين والمنوط في اليدين ليل نهار ما كيتحيدوش، وانت مجبد ليل ونهار تما، غير ملي كتمشي مره ولا جوج للطواليت حاشاك، اولا ملي كتمشي للتحقيق. دونك هذا هو الحياه ديال درب مولاي الشريف اللي من بعد فيها. انا كنت واحد الفتره واحد 10 ايام او شي حاجه دوزتها في فافيسان، لان كان عندي واحد تمزق عضلي اللي جرت لي فيه عمليه، وهنا بطبيعه الحال في السانكيام ديال افيسان تما كيعطيوك رقم وسميه اخرى وكذا الى اخره، وكتبقى معزول في بيوت خاصين كان تابع لدرب مولاي الشريف، واحد ثلاثة أو أربعة ديال البيوت. ممكن نقولوا حتى هي كتلقى فيها ناس من نوع آخر من الحكايات مثلا المؤلمة ديال هذاك الزمان، ولو أنها كتضحك أحيانا، ولكن ذاك الضحك ديال المؤلم هو واحد الشخصية كانت عجيبة، واحد بو مسعود من وجدة كان حتى هو تلاقيتو تما، وتما علاش جبدتو على في المستشفى؟ لان تما فين كانت الفرصه باش تهضر. با مسعود هو خالو واحد من القيادات ديال الحركه ديال 3 مارس، كان في الجزائر الميد، وكان القيد اللي كان عندهم في تمايا هو حمد فقير خو الجنرال. فكان صادف هو ان شي مره هاد حمد عيط لهاد با مسعود هو شيفور ديال الطاكسي، قال لي بغيت التليفون ديال خالك، مشى للدار عند مراتو قال لهم عطيو لي التليفون، عطاوه جابوه للقيد. فجا انقلاب، تعتقل افقير، تعدم افقير، تعتقل خوه كذلك، تا هو تلقيتو تا هو تلاقيتو في فافيسان خوه افقير. هاد خو فقير لقاو عندو النمره ديال الميد، قالوا ليه شكون اللي عطاك هاد النمره؟ منين جاتك انت كتنسقوا عن طريق بين انقلاب ودوك الارهابيين وكذا، شكون اللي عطاك النمره؟ با مسعود هو اللي عطاه النمره. اجابوا با مسعود بقى تمايا، وقيلا كنظن واحد 5 سنين هو في درب مولاي الشريف، حيت لقيناه تما ومشينا وخليناه تمايا، وبقى شي سنتين اخرى ولا ثلاثه. كان كيصلي وتيقول واش انا عملت لك اسيد ربي؟ القايد عيط لي قال لي جيب التليفون ديالك ونحطيني هنايا ما كنديرو حتى. ولا مسكين هو غير كيسربي على الناس الماكله في درب مولاي الشريف الى اخره، ولكن قضى سنوات تما. هذا من بعد تحاكم ولا خرج؟ لا تطلقوا صافي. تطلقوا صافي. دونك هذا من الانماط ديال التعسف اللي كان زعما فين كيوصل بطبيعة الحال درب مولاي الشريف. دونك هذه هي الخاصيات ديالهم، بعدو غادي نمشيو للغويله. فكان كلشي ديك الساعه تجمع في درب مولاي الشريف، القيادة 23 والى الامام بجوج، السرفاتي الشاوي الى اخره، السملالي شجاح أبسلام باهي الى اخره، واحد العدد اللي سواء دابا اللي من بعد داروا منظمات العمل. لا هو كان في مجموعه وتعتقلات قبل منا، غادي نتلاقاوه في السجن المركزي هو، طرف واحد غادي ياسوا منظمه العمل، وطرف من بعد غادي ياسوا الاشتراك الموحد. فهذا هو الوصول الى غبيله بطبيعه الحال. كان السجن غبيله، مزيان تعطينا واحد النبذه على السجن غبيله. غبيله تقريبا يمكن نقولوا كامتداد لدرب مولاي الشريف، لان ما يسمى انذاك هو فين تيحطونا الكارتي اوروبيان فين غادي نتبرعوا، وواحد الفضاء فيه الظلام في النهار، ما ضوء قليل اللي كيدخل، والصباغه كحله ديال الحيوط، وحنا مجموعين 4 5 في كل زنزانة. مازال ما تحكمتوش؟ لا مازال ما تحكمناش، 4 5 في كل زنزانة. دونك
وكانت زنا وفي نفس الوقت هاد المجموعات تعزلات كتقسمت الى 4 أو 5 مجموعات ما بقيتش متذكر، باش كل مجموعه كتخرج دير واحد 10 دقائق ديال المشي في واحد الساحه صغيره قد هذا الكبر من هذا الفضاء شي شويه، مصافين واحد من ورا واحد كندوروا واحد القسمين ونعاود نرجعوا. تقريبا بقاو داخل الزنازين لمده 23 ساعه 23 ساعة ولا 23 ساعة ونص داخل زنزانة صغيرة فيها يمكن تقول 4 أمتار على 5 أمتار. بالنسبة ل 23 مارس يعني تعطينا واحد الفكرة على شكون اللي كان مسؤول على حركة 23 مارس وشنو وكيفاش كان التنظيم وشنو كانت الأهداف ديال الحركة هذه؟ كيف ما هو في ذاك الزمن، ذاك الزمن الثوري كانت الأحلام كبيرة لأن كانت الناس كتحلم بتغيير جذري في الواقع، القيام بثورة على الطريقة الصينية أو على الطريقة السوفيتية إلى آخره، عن طريق عنف مسلح وتنظيم الجماهير وتنظيم إلى آخره، ولكن كل شيء هذا كان كخطابات أكثر منها واقع، لأن هذا الشيء كله كان يتم عبر مناشير ودوريات كانت كتطبع. دونك هذا هو كانت الادبيات كبر من من كبر من الحجم ديال الحركه اللي هي كانت حركه يمكن نقولوا ديال مثقفين فيها اساتذه وطلبه وتلاميذ. هذا هو المرتكز ديالها.